أقترم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تهاني الحارة على هذه الالتفاتة المولوية الكريمة راجيا لكم تؤرخ 25 أكتوبر 2022 تحت رقم 2340 على 5 ألف عين ميم ألف سين قاف، والذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع على الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. بتعيين السيد محسن البقالي الحسني للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. بالفضل والمن والإحسان حمدا يليق بجلال وجه الكريم، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد رحمة بلاد الناس أجمعين صاحب الفضل العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.